قال بعض الحكماء: ينبغي على العاقل أن يكون من خمسة على حذر: الكريم إذا أهانه، واللئيم إذا أكرمه، والعاقل إذا أحرمه، والأحمق إذا مازحه، والفاجر إذا عاشره. كل الدنيا فضول إلا خمسة: خبز تشبع به، وماء تروى به، وثوب تستر به، وبيت تسكنه، وعلم تستعمله. الأيام خمسة: يوم مفقود، ويوم مشهود، ويوم مورود، ويوم موعود، ويوم ممدود. المفقود: أمسك، فقد فاتك ما قد فرطت فيه. المشهود: فيومك الذي أنت فيه فتزود فيه من الطاعات. المورود: هو غدك، لا تدري هو من أيامك أم لا. الموعود: هو آخر يومك من الدنيا، فاجعله نصب عينيك. قال إبراهيم الخواص: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلو البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين.